نافوخة هينفجر يا جدعان، الحقون. في حجز يا فندم؟ عجز، بقولك نافوخة هينفجر. طب اتفضل يا فندم، عايزة رقم واحد. ماشي. اهدى بس، وكل حاجة محلولة. نافوخة هتفزر منها يا دكتور. طب افتح بقك كده. شمان. اشمعنى ايه؟ وما لهكش في ازاي؟ ماشي. اهو. عندك تسوس خلل العصب مكشوف. مكسوف؟ طب ايه اللي كسفه؟ مكشوف مكشوف يعني مخروم. مخروم؟ طب ايه اللي خرمه؟ اكيد ما بتغسلش اسنانك. بغسلش اسناني؟ السنان بتغسل اصلا؟ لا انا بدعك هدعك. تعمل ايه؟ المهم نردمها ازاي؟ انت محتاج اندو وبوست وكورو كراو. ما قلتليش برضه هنعمل ايه؟ يعني حشو عصب وتلبيس. تحشينه وتلبسني؟ ده انت مفتري. ما تقلقش، انا هديك حقنة بنج دلوقتي عشان تهدى. لا 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 لا، اشتغل قرديحة ولا تدان. ما تقلقش، افتح بقك كده. انا خايف يا دكتور. قلتلك ما تقلقش، بسيطة. بساطة ايه ده قد دماغي؟ شفت سهلة ازاي؟ ايه ده، انا مش حاسس بشلاطين. شلاطيمك؟ طب افتح يا اخويا افتح. انت بتخرم ايه؟ لا انا بشيل لك التسوس. وانت ما لقيتش حاجه تشيلها غير بالشنيور؟ يا عم ارحمني بقى. خلاص خلاص هحشي اهو. طب والنبي اللي فيلم معاك صبعين كرومب عشان اموت من الجوع. عينيا. خلاص خلصنا، هنركب الطربوش بس. طربوش برضه؟ طب وانت الطربوش عندك بكام قبل ما تحط ايه؟ لا لا ما تقلقش، احنا بنراي الناس. طب شوف له واحد بقى كبير نمرتين عشان يعيش معايا كده، امي ما تزعق ليها. وانت عارف امي. لا لا لا، امك لا، انا هجيب لك 3 اكس لارج. ايوه كده اظبط، امي مسيطرة برضه.